بغض النظر عن موقف المعلومات اللي فخذتها رئيس مشاكل دي إلا لأيام يعني رايحة لأيام يعني رايحة لأيار. كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التيني حسب موعد إجراء الانتخابات النيابية إلى أيار لا إلى أذار كما طلب عدد من الكتل النيابية. وفي الاجتماع الذي خصص للإعداد لجدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها بري يوم الثلاثاء المقبل كان لافتا تهكم بري ومماسحته الحاضرين. جدول أعمال من 36 بندا أضيفت إليه مجموعة من القوانين كالبطاقة التمويلية واقتراحات كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة وآخرها ما أقر في لجنة المال والموازنة يتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الأمن الداخلي والأمن العام. نائب رئيس المجلس أدي الفرزلي تحدث عن جدول الجلسة. بطاقة تمويلية موجودة على جدول الأعمال هي جزء أساسي من جدول الأعمال، وأيضا كابيتال كنترول سيكون موضوع نقاش كان قد دعا إلى جلسة دولة الرئيس نهار الاثنين بانتظار تشريف الحكومة مع جمعية المصارف، وستعقد الجلسة نهار الاثنين في المجلس للنقاش فيما يتعلق بالكابيتال كنترول نهار الاثنين، على أمل إذا قررت وإذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الأعمال. تزامنا مع العمل على مجموعة من القوانين يكثر الكلام عن تسوية سياسية ستعقب استقالة وزير الإعلام جورج أرداحي، فهل تترجم في جلسة الثلاثاء المقبل؟